الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن قيام جهات حكومية وسياسية وأحد البرلمانيين بتشكيل شركة نفط وطنية سرية دون موافقة السلطة التشريعية ودون إجرائها أو دون إدراجها في الموازنة العامة. وقالت اللجنة إن جهات سياسية تقاسمت النفط بشكل سري وشرعت بتشكيل شركة النفط الوطنية بعد لقاء حصل بين شخصية مهمة بوزارة النفط وبين شخصية برلمانية، مضيفة أن الكتب الصادرة تجعل الشركات النفطية تنضوي تحت الشركة الوطنية، وتضمنت إعطاء الشركات الرابحة للنائب الأول والمدير التنفيذي، والشركات الخاسرة والجامدة أعطيت لوكيل الوزارة لشؤون الاستخراج. كشفت إحصائيات مؤسسة عراق المستقبل أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت لشهر حزيران بنسبة 6.2% بالمجمل، وأوضحت أنه اختلفت نسبة الأسعار مناطقياً، حيث ارتفعت في الوسط بنسبة 6.9% بينما ارتفعت في الجنوب بنسبة 5.9%، وسجل قطاع البيض واللبن والجبن أعلى ارتفاع، إذ بلغت نسبة الارتفاع 18% في الجنوب و 15% في الوسط. وأشارت إلى أن قطاع الأسماك شهد ارتفاعاً قدره 14.7% في الوسط و 7.2% في الجنوب، فيما شهدت الزيوت ارتفاعاً بنسبة 9.7% في الوسط مقابل 8% في الجنوب. أعلن روح الله غلامي مدير جمارك محافظة إيلام الإيرانية عن زيادة حجم الصادرات القادمة عبر معبر مهران إلى العراق إلى أكثر من 260%. وقال غلامي إن جمارك إيلام سجلت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تصدير سلع بحجم 594,000 طن إلى العراق بقيمة 291 مليون دولار، متوقعاً أن يصل حجم التصدير الإيراني إلى العراق مع نهاية العام الجاري إلى 2 مليار دولار. كما عزى مدير عام جمارك محافظة إيلام زيادة صادرات إيران إلى فتح السلطات في العراق منافذ البلاد الحدودية أمام إيران مع غياب السيطرة النوعية للحكومة بما يتعلق بالتعرفة الجمركية. يواصل الريال اليمني الانخفاض يوماً بعد آخر في العاصمة المؤقتة عدن، ووصل الدولار الأمريكي الواحد إلى نحو 100 ريال يمني. هذا الانخفاض المتسارع للعملة اليمنية أثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في بلد يستورد 90% من الموارد الغذائية من الخارج، ويرى خبراء اقتصاديون أن البلد يمر بأزمة كارثية في وقت باتت المعالجات التي قام بها البنك المركزي لا تكفي لإيقاف التضخم. قالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ بسبب انتشار السلسلة المتحورة دلتا من فيروس كورونا وحول العالم. وأضافت الوكالة إن القيود الجديدة لمكافحة السلالة المتحورة من فيروس كورونا في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط ربما ستقلص التنقلات واستخدام النفط، ما يعكس انخفاضاً في الطلب على النفط في الأسواق الدولية في المرحلة الحالية. حافظ الدولار الأمريكي على ثباته وظل بالقرب من أعلى مستوى له في 4 أشهر مقابل سلة العملات الأجنبية، هذا واستقر مؤشر الدولار عند 92.99 دولاراً، ليس ببعيد أن أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 93.19، حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من التلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خططه لخفض التحفيز النقدي. هذا وكانت العملة الأمريكية مدعومة ببيانات حكومية أظهرت أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عقد في 12 شهراً حتى شهر تموز الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.